نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كرويا. ينشنا لتنفيذ الركلة الأولى، تسديدة قوية وجميلة. يا هاري كين، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الكرة في المرمى، نتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. الركلة الثانية، الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. ثم اللاعب الثاني، لعبها بشكل رائع، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ثم مع الثالث الآن، حسرة كبيرة. نعم نعم، لقد ضيع الكرة. الآن اللاعب المختص، لكن بالتأكيد عليه ضغط. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، روعة في التنفيذ. حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. بداني أنه مستحيل التصدي لها. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. الله، على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. الآن الدور على خامس اللاعبين. ضيعها. كيبا عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك، لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل لفريقه. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يتقدم اللاعب السادس، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. سابع لاعب على لائحة المنفذين. سددها بطريقة سيئة. كيبا هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. بايرن ميونخ لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. التاسع في الترتيب، يتقدم الآن، يلعبها لكنها ضاعت. كيبا إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. أوه، كرة رائعة، حمل على فيه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. يلعبها مباشرة في منتصف المرمى، سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. بايرن ميونخ، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله.
وصل الدور الآن لآخر لاعب، الركلة الحادية عشرة واللاعب الحادي عشر. ضيعها كيبا، هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. بيلينغهام يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. يتصدى حارس المرمى للركلة، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. كيبا عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم لكي يعيد الأمل لفريقه. مهمة كبيرة وكان في الميعاد. فينيسيوس جونيور يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في الشباك في منتصف المرمى، تسديدة في منتهى الروعة في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. بايرن ميونخ عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. أنهت هذه الركلة المباراة مع عدم توفر أي فرصة لتحقيق الفوز، ما عندنا حل آخر إلا ركلات الترجيح. لا توجد إثارة مثل إثارة ركلات الترجيح.